السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساك بالنور والسرور يا صديقي العزيز. شوف شوف، تتذكر لما تقول لي العسل، عسل دوار الشمس بيطلع خوخي؟ هذا يا ابو طلال، شوف 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 شوف, شوف الخوخي كيف. شوف هذه المنطقة كلها دوار الشمس. سنة زرعنا فوق 10,000 و15,000 فقط دوار الشمس. أنتجنا منه إنتاج، يعني شو أقول لك، هذا شوفت عينك. فنظفنا الحين، خلاص بدأنا في التنظيف حتى نطلع العسل الأبيض الكريم إن شاء الله تعالى. إذا الله وفق والله سهل، يعني هو يعني خلطة حلوة صراحة. طبعا في كوكتيل ثاني معاها، انا راح انزل عنها فيديو ان شاء الله يا ابو طلال، اتكلم عن ازهار المحمية باذن الله تعالى.